الأخضر يبدو للخطوات نحو لقبه التاريخي. أهلا بكم. تنطلق اليوم الجولة الأولى من تصفية كأس آسيا المقررة نهايتها في استراليا 2015 في المجموعة الأولى. الأردن تلعب أمام سنغافورة وعمان وسوريا. في المجموعة الثانية تايلاند تستضيف الكويت ولبنان في ضيافة إيران. في المجموعة الثالثة العراق وإندونيسيا في دبي والسعودية والصين في الدمام. وتشهد المجموعة الرابعة اليمن والبحرين في الشارقة الإماراتية وقطر وماليزيا في الدوحة. وفي المجموعة الخامسة فيتنام والإمارات هناك على أرض الفيتناميين. إذن الأخضر سيبدأ أمام الصين وفي الدمام. كيف هي أحوال الأخضر ماضيا في الدمام بحسب المباريات التي اعتمدها فيفا؟ مرتضى العلوي يقرأ في التاريخ. على ذكرى 16 انتصاراً يحتضن استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام لقاء السعودية والصين في تصفيات كأس آسيا، ملعب يدخل المشهد القاري لأول مرة، وهو الذي كان مسرحا لمباريات الأخضر في تصفيات كأس العالم والوديات فقط في الأعوام العشرة الأخيرة. في الألفية الجديدة افتتح الأخضر مبارياته على الساحل الشرقي في يناير 2001، وذلك بفوز على سوريا في مباراة ودية، ولحقها بفوز ودي على أوغندا في فبراير، وذلك تمهيداً لاستضافة مبارياته في التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس العالم 2002 بذات الملعب، حيث انتصر في 6 مباريات متتالية ذهاباً وإياباً على منغوليا وبنغلاديش وفيتنام بنتائج كبيرة أقلها ثلاثية نظيفة. واختتم الصقور مشوار 2001 بالدمام بخسارة ودية أمام الإمارات بهدفين في شهر سبتمبر. غاب الأخضر عن الدمام حتى ديسمبر 2003 حيث التقى استونيا وديا وتعادل معها بهدف لمثله، وبعدها بعام عاد الملعب ليستضيف لقاء السعودية وسريلانكا في تصفيات كأس العالم التمهيدية 2006 حيث سجل انتصاراً أخضر بثلاثية نظيفة. عام 2005 أقيمت على الملعب 3 لقاءات وديتان أمام مصر وفنلندا خسرتهما السعودية، فيما حققت انتصاراً هو الأهم في مشوارها في تصفيات كأس العالم، وذلك على كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل. وبعد 2006 لعب الأخضر في مواجهات ودية أمام البحرين وغامبيا وسوريا مرتين والكويت وبيلاروسيا والعراق وأنغولا، ولم يخسر من بينها إلا أمام أسود الرافدين، قبل أن يعود في 2011 ليستضيف هونغ كونغ في تصفيات كأس العالم الأولية وفاز بثلاثية، ثم استضاف أستراليا في ذهاب التصفيات التمهيدية وخسرها بثلاثة أهداف مقابل واحد. وقبل موقعة الصين التقى الأخضر بضيفه الكونغو في مباراة ودية في أكتوبر الماضي وفاز بثلاثة مقابل هدفين. بالمجموع استضاف استاد الأمير محمد بن فهد في الألفية الجديدة 25 مباراة للأخضر، فاز في 16 منها وخسر في 5، فيما تعادل في 4 أخرى. مرتضى العلوي، العربية.
ومن الرياض يلتحق بنا الآن كابتن فيصل بوثني الدولي السابق. فيصل أهلا بك معنا. السعودية أمام الصين وملعب الدمام التاريخ جيد للأخضر أو جيد جدا في هذا الملعب، لكن هذا لا يهم على أرض الواقع. كوماتشو مدربا للفريق الصيني، أسباني شهير درب ريال مدريد، لوبيز مدرب غير شهير درب ريال مدريد أيضا يقود السعودية. وفق هذه المعطيات كيف تقرأ المباراة؟ مساء الخير بالتال عليكم وعلى المشاهد العربية. بالتالي حقيقة المنتخب السعودي يشهد تباين يعني كبير جدا، يعني إما من مدرب ريكارد يعني من أحد أشهر مدربي العالم إلى مدرب غير معروف أبدا، من مباراة تلعب أمام الأرجنتين وأسبانيا إلى أنك تخسر في بطولة الخليج. يعني حقيقة الكرة السعودية تشهد أو تعيش هذه الأيام تباين كبير، يعني حتى في الرؤية وضبابية في الرؤية المستقبلية للكرة السعودية. فبالتالي المدرب ومنتخب الصيني ومدرب شهير كوماتشو أعتقد أنه يعني حضر مبكرا للمنطقة وبدأ التعرف على المنتخب السعودي. نعم. ولعب مباراة مع المنتخب العماني في عمان وخسرها بهدف وحيد. المتابع لمباريات المنتخب الصيني أمام منتخبات غرب آسيا خصوصا العراق والأردن يشهد تفوق لتلك المنتخبات على المنتخب الصيني، ولكن الصين في الفترة الأخيرة بدأت كرة القدم تشهد نهضة كبيرة في بعض أندية الكرة الصينية واهتمام كبير جدا بها. ففريق غوانزو الصيني كان قدم مستويات مبهرة هذا الموسم في البطولة الدوري أبطال آسيا وكان محط إعجاب الكثيرين، لذلك غالبية اللاعب المنتخب الصيني من هذا الفريق وهو يتصدر الدوري الصيني الآن بفارق كبير من النقاط. ومدرب المنتخب السعودي الآن على مفترق طرق يا بتال، مدرب لا يتحمل مسؤولية، جهاز إداري لا يتحمل مسؤولية، لاعبين حتى الآن الجماهير والإعلام الرياضي السعودي لا يعلم ما هي التشكيلة التي سيبدأ بها المباراة أو من العناصر التي سيختارها لوبيز. نعم جميل. طيب لوبيز قد ينحاز للاعبينه اللي كانوا معه في منتخب الشباب، يعني قد نرى علي الزبيدي أساسي، نرى ياسر الشهراني، نرى فهد المولد ولو أنه كان أساسي من قبل، نرى أيضا عبد الله عطيف، كل اللاعبين هذول كانوا مع لوبيز في منتخبات الناشئين والشباب، قد ينحاز لهم غدا اليوم الأربعاء؟ بالتال لوبيز أعتقد أنه في حرج كبير جدا، لأن وضع المنتخب السعودي خصوصا الحالة المعنوية للاعب المنتخب السعودي الآن في وضع سيء جدا، خصوصا بعد الخروج السيء من بطولة الخليج. فاللاعبين النجوم المنتخب في أسوأ مستوياتهم، اللاعبين الشبان الذين سيعتمد عليهم لوبيز كما ذكرت أسماءهم، بالتال لا أعتقد أن لوبيز سيجازف بهم خصوصا في هذا المفترق القوي للمنتخب السعودي، لذلك أعتقد أنه سيبحث عن مزيج بين لاعب الخبرة ولاعب الشباب حتى يصل إلى منتخب نقول مقنع بالنسبة للوسط الرياضي السعودي. طيب على الحديث كما تشوف المؤتمر الصحفي يقول بأنه يعرف المنتخب السعودي يعاني من مشاكل كبيرة، نتوقع أنه كما تشوف يخطط لاستغلال الموقف؟ بكل تأكيد بتال، الوضع المنتخب السعودي مغري جدا للفريق الصيني، لأن حقيقة الوقت الذي تولى فيه لوبيز تدريب المنتخب السعودي أعتقد أنه وقت ليس كافي للمدرب لكي يبدأ بتشكيلة جديدة وعناصر جديدة للمنتخب السعودي. جميل، ماذا تريد من لوبيز غدا أنت كناقد؟ الإرادة من لوبيز أنا أعتقد لن نحمل لوبيز أكثر مما يحتمل ولن نحمل الجهاز الإداري، الإرادة أعتقد أنها تأتي من اللاعبين أنفسهم، إذا لاعب المنتخب السعودي أرادوا أن يعود بصورة مغايرة، لأن حقيقة الآن المنتخب السعودي هو يلعب بهيبته الآن، هو كتاريخ يستحاول أن يستحضره داخل الملعب لكي يرعب الخصوم، ولكن على المستوى الفني أعتقد أن اللاعبين هم المعنيين بهذا المطالبة بأن هم المسؤولين الآن في هذا الوقت العصيب للكرة السعودية وليس للكرة السعودية، لأن المنتخب السعودي الآن أعتقد أنه بحاجة لاعبين محترفين في هذا الوقت الهام لكي يعودوا ولو بقليلا مما تحتفظ أو تحمل الكرة السعودية من سمعة على المستوى الآسيوي. نعم شكرا جزيلا كابتن فيصل بوثنين، ستكون معنا غدا بعد المباراة لتحليل أيضا مباراة السعودية والصين بعد أن تلعب. شكرا فيصل. الأسباني الشهير كوماتشو يقود منتخب الصين ولا يلقى رضا
في مسيرته حتى الآن. في السعودية صمت تجاه الأسباني الآخر لوبيز. زميلة ديما محمد السائح الآن تحول لها في الاستوديو المجاور تقرأ كاماتشو بالأرقام. إليك ديما. أهلا بكم مشاهدينا. سيناريو مشوار مدرب المنتخب الصيني الإسباني خوسيه أنطونيو كاماتشو تاسع أغلى مدرب في العالم يتشابه إلى حد كبير بسيناريو الأخضر السعودي مع الهولندي فرانك ريكارد قبل أسابيع قليلة. ابن 58 عاما لم يقدم شيئا يشفع له منذ استلام دفة التنين الصيني رغم تاريخه التدريبي الحافل الذي أهله لنيل راتب يصل إلى 6 ملايين يورو بحسب إحصائيات نوفمبر 2012 ويتساوى به مع مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي روبرتو مانشيني. بالنظر إلى الإحصائيات نجد أن عام 2011 لعب كاماتشو 7 مباريات دولية حقق فيها الفوز بمعدل وصل إلى 57%. يلاحظ أن فريق كاماتشو يعاني من مشكلة هجومية وعدم القدرة على تسجيل الأهداف حيث تظهر سجلات المباريات إحرازه لأحد عشر هدفا بمعدل وصل تقريبا إلى هدف ونصف الهدف في كل مباراة. بالنسبة إلى الجانب الدفاعي اهتزت شباك المنتخب الصيني 7 مرات بمعدل وصل إلى هدف في كل مباراة. المتابع لأداء المنتخب الصيني يجد أن عام 2012 شهد تراجعا واضحا في أدائه. تصنيفه الأخير بحسب الفيفا وصل إلى المركز 86. أما بالأرقام فقد لعب الفريق 8 مباريات. معدل الانتصار لديه انخفض ليصل إلى 38%. سجل اللقاءات الودية يظهر أن الصين أحرزت فقط 10 أهداف بمعدل وصل تقريبا إلى هدف ونصف الهدف. أظهر أبناء كاماتشو أيضا انخفاضا في الجانب الدفاعي وصل مجموع الأهداف المسجلة في مرماه إلى 13 هدفا بمعنى أن شباكه اهتزت بهدف ونصف الهدف في كل مباراة. أما عن بداية العام الحالي لم يلعب المنتخب الصيني إلا مباراة واحدة أمام عمان وخسرها بهدف. حصيلة الإسباني كاماتشو مع الصين خلال عامين تقريبا وصلت إلى 16 مباراة دولية. معدل الفوز لديه لم يصل إلى النصف. سجل 21 هدفا ومثلهم سجل في مرمى. إذن نجد أن مشوار مدرب إسبانيا وريال مدريد السابق كاماتشو مع الصين يطرح تساؤلات عديدة خاصة بعد خروج الفريق من نهائيات كأس آسيا وتوديع تصفيات كأس العالم. فهل سيستفيد الأخضر السعودي من هذه المعطيات؟ نتمنى ذلك. وعودة الآن إلى بتال في الاستوديو. شكرا ديما. هذا كاماتشو بالأرقام، لكن كاماتشو بالحديث للأرقام ماذا قال لممتاز البلوشي؟ لا نملك كل التفاصيل والمعلومات عن المنتخب السعودي، ولكننا حصلنا على كل المباريات الأخيرة لهم كلقائي إسبانيا والأرجنتين الوديين وباقي المباريات الأخرى في السنة الأخيرة، وأستطيع أن أقول أننا نبني تفاؤلنا بناء على المعطيات أمامنا. منتخب الصين حاليا يمر بأفضل مراحله ومستعد لهذه المباراة، وفي تمرين سابق كان هذا واضحا. عموما سنرى خلال المباراة ما هي مطالب المنتخب المقابل أمامنا. يجب أن يكون موقف المنتخب الذي سيواجهنا سليما للغاية، والسبب الرئيس في ذلك أن مستوى الكرة الصينية قريب جدا من العربية بشكل عام. السؤال الذي دائما ما يتردد من قبل الصحافة الصينية هو عن الأندية التي ينتمي لها اللاعبون، ودائما ما تكون إجابتي أنني لا أهتم بذلك على الإطلاق. ما يهمني بالدرجة الأولى هو تناغم الفريق للظهور بالمستوى المطلوب وبالتالي تحقيق الأهداف المطلوبة.
ومن الدمام يلتحق بنا بيكسينغ ما المحرر الرياضي في صحيفة تشاينا تايتن سبورت اليومية الرياضية التي توزع في الصين مليون نسخة يوميا، طبعا رقم طبيعي وفقا لسكان الصين. هذا الصحفي هو يتابع أو يرافق المنتخب الصيني منذ 20 عاما. ومن الرياض يلتحق بنا الآن الزميل مسلي المعمر الناقد والكاتب الرياضي السعودي، لا أعرف من متى يتابع المنتخب السعودي. نبدأ من الزميل بيكسينغ ما في الدمام المحرر الرياضي في تشاينا تايتن سبورت. يعني سيد ما أريد أن أسألك أولا، يعني ما أبرز ذكرياتك عن المنتخب السعودي وأنت ترافق المنتخب الصيني منذ 20 عاما؟ إن أول ما أتذكره يعود إلى العام 1984 عندما لعبت الصين في مواجهة السعودية في مقابلة للكأس الآسيوي، وكانت قد مني الفريق الصيني بخسارة 2-0. وبعد ذلك كنت قد رأيت تطورا كثيرا، وأنني أعرف أن الفريق السعودي أكثر قوة من نظيره الصيني، وهم أكثر تنظيما، وهم الأفضل في القارة الآسيوية. لكن في خلال العامين الماضيين لا نعلم ما الذي حل بالمنتخب السعودي، فقد أخفق في التأهل لكأس العالم في البرازيل، وقد أخفق أيضا في التأهل في الجولة الأخيرة، فلا أعلم تماما ما الذي حل للمنتخب السعودي. نعم، ما الذي يرسخ في ذاكرتك سيد ما؟ وأعتقد أنها مسألة تبعث على الغرابة، لأنه قبل عقدين من الزمن وعندما لعبت الصين في تصفيات النهائية لكأس آسيا كان الفريق الصيني أكثر ضعفا، لكن لاحظوا الآن أن الفريقان يسعيان للتأهل إلى الكأس الآسيوية بعد مرور عقدين من الزمن، وهناك تغيرات كثيرة قد حدثت لهذين المنتخبين. نعم سيد ما، يعني ما الذي يرسخ في ذهنك من الأحداث التي حدثت في مباريات الصين والسعودية تبعتها أنت؟ تحدث عن أحداث معينة راسخة في ذهنك حتى الآن؟ نعم، نتذكر أنه في أيضا في العام 1981 وخلال مباريات التأهل لكأس العالم أن الصين قد هزمت السعودية مرتين، وكان المنتخبان كنا قد كسبنا أول منازلة 4-2 ومن ثم 2-0، لكن عندما لعبت السعودية في مواجهة نيوزيلندا كان لابد للصين أن تقابل الفريق النيوزيلندي من أجل التأهل للنهائي في كأس العالم، لكن بعد ذلك خسرت الصين. ومنذ ذلك الحين فإن الجميع في الصين بات لهم أحس من عدم الإعجاب بالمنتخب السعودي بسبب هذه الخسارة أو الكراهية إنجاز التعبير. جميل. وكانت الصين قد منيت بخسارة ثقيلة قدرها 5-0. جميل. وأعتقد أن هذه ذكريات سيئة فيما يخص الفريق الصيني. نعم. وبعد ذلك التقى المنتخبان في مناسبات عديدة، وقبل 4 سنوات وعندما لعبت الصين مع السعودية في تنجين أيضا خسرنا 4-1، وكان هذا آخر لقاء يجمع المنتخبين. جميل. طيب سيد بيكسينغ ما، يعني عن كاماتشو مدرب المنتخب الصيني الحالي لا يلقى قبول في الإعلام الصيني، يعني أثار انتباهي سؤال في المؤتمر الصحفي في عمان، كان قد سئل بأنها أنك تختار لاعبي المنتخب وفقا لانتماءات الأندية، طبعا هذه مشكلة حتى يطرحها الشارع الرياضي في السعودية بكثرة، هل أنتم فعلا كذلك؟ يعني هناك يعني مشكلة من هذا النوع تطرحها الصحافة، أم أنها ايضا عائده على التعصب؟
كلا، هذه المسألة لا تقررها النوادي، بل دائما يتم انتخاب اللاعبين أو اختيارهم على يد المدرب كوماتشو. لكن أحيانا هناك مشكلة بأن بعض النوادي لا ترغب بترك اللاعبين، ونعلم أن جميع الفرق تحضر من أجل الموسم الجديد، وعلى هذا الأساس قد تكون هناك حالة من عدم الرغبة في ترك هؤلاء اللاعبين للعب مع المنتخب الوطني. جميل. وفي كوينجنو هناك 11 لاعبا قد تم انتخابهم للمنتخب الوطني، ولو توجه هؤلاء اللاعبون إلى المنتخب الوطني قد تكون الأمور أكثر صعوبة على النادي من أجل التحضيرات في الموسم القادم وفي كأس الأمم الأسيوية، ولا يرغب النادي بتوجه هؤلاء اللاعبين إلى المنتخب الوطني. لكن نعلم أنهم في أهمية بالغة، لذا قد تكون هناك حالة صراع بين المنتخب المحلي والمنتخب الوطني. طيب، هذه هي المشكلة. طيب، يعني آخر سؤال أريد أن تجيبني باختصار، يعني ماذا تعرف عن المنتخب السعودي الحالي؟ المجموعة التي ستقابل الصين غدا، كيف تحدث عنها الإعلام الصيني؟ جميع وسائل الصفحات ترى أنه من الصعب بمكان على المنتخب الصيني أن يحقق أي نقاط أو حتى التعادل، وإذا ما حققنا التعادل فسوف نكون راضين على المستوى الإعلامي وعلى مستوى المشجعين، لأن الفريق الصيني ليس في حالة يحسد عليها، لأنه منذ نوفمبر الماضي جميع اللاعبين لم يكن لديهم أي مدرب رسمي إلى حين 30 من يناير، إلى حين لعب هذا الفريق ضد فريق عمان في مسقط. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية بدأت تتمخض وتتشكل ملامح هذا الفريق الجديد، ولم يكن له الرغبة في خوض مباراة كثيرة. شكرا جزيلا زميل بيكسينغ ما، شكرا جزيلا لحضورك لهذه اللقاء. تحول إلى الرياض، من هناك الزميل مسلي المعمر. مسلي، كنت أريد أن تتداخل مع زميلك الصيني، لكن للأسف فقدنا الاتصال بك طوال هذه الفترة الماضية. كوماتشو لديه مشاكل، وهو مدرب ريال مدريد الشهير في الصين، شبيهة بالمشاكل التي كان يعاني منها ريكارد في السعودية. هل يمكن التركيز عليها غدا كضغوط على لاعب المنتخب الصيني؟ صباح الخير. بالتال صباح الخير. بالفعل يعني حسب ما قرأنا وتابعنا أن هناك انقسامات وهناك اتهامات للمدرب بأنه جامل لاعبي أندية على أندية أخرى، وهي شبيهة بالاتهامات التي واجهها ريكارد في خلال الفترة الماضية. الجميل جدا أن هذه المشاكل لا توجد لدينا فقط، بل توجد لدى المنافسين، وإذا ما كانت مستمرة هذه المشاكل فأعتقد أنها قد تؤثر غدا على أداء الفريق وعلى جماعيته، لأن هذا المشكلة من هذا النوع أنا أعتقد أنها من أخطر المشاكل التي تواجه أي مدرب أو أي فريق يلعب كرة قدم، لأن كرة القدم لعبة جماعية وتعتمد على يعني روح الفريق الواحد. نعم. لكن فيما يخص لوبيز، مسلي لوبيز يعني صمت تجاهه، هل لأنه لم يستدعي اللاعبين اللي كانوا مثيرين للجدل في كأس الخليج مثل ياسر، أسامة المولد مثلا، أحمد عطيف، اللاعبين اللي استبعدهم، هل لأنه لم يستدعهم لم يكن هناك جدل، أو لأنه مدرب جديد والناس طالعة من إحباط نفسي رياضي كبير في دورة الخليج، فما ما لهم نفس حتى يشتمون هالمرة؟ أنا أعتقد أن الأسباب بالترتيب، يعني آخر سبب ذكرته وهو الإحباط، ثم أن المدرب جديد
وأيضا استبعد الأسماء التي كان يثار حولها الجدل. نعم. هذه الأسباب هي التي جعلت المدرب لا يواجه انتقادات. وأعتقد من خلال اختيار التشكيلة أو المجموعة التي اختارها في المعسكر أنه سيعتمد على أسماء شابة، خصوصا أنه سبق وأن أشرف عليهم في الفئات السنية في المنتخب. نعم. الواضح جدا أن المرحلة القادمة ستشهد دخول أسماء جديدة وأسماء شابة، ربما تعطي الجمهور والإعلام فرصة للصبر عليهم وتخفيف الضغوط على المجموعة الحالية. جميل. علو كعب الكرة السعودية على الكرة الصينية دائما في يعني منذ عام 84 خلينا نقول، يعني السعودية في الثلاث سنوات الأخيرة سقطت كل قلاعها الكروية، كل بطولاتها أو الأشياء المفضلة بدأت تسقط، لم يبقى إلا الصين وكأس آسيا. لا أتشائم للأسف ولا أنشر تشائم، ولكن هذا الحقيقة. للأسف أن الكرة السعودية تراجعت خلال الفترة الماضية. إذا كان المنتخب الصيني أو الكرة الصينية ثابتة المستوى أو تراجعت قليلا، للأسف الكرة السعودية تراجعت كثيرا. لكن الواضح خلال العامين الماضيين أن هناك اهتمام كبير بكرة القدم في الصين، أن هناك صحيح. برامج لاتحاد الكرة الصيني، وأن هناك صرف كبير على الأندية وعلى كرة القدم. أنا أعتقد إذا ما آتت الثمار خلال العام القادم لن تأخذ وقت طويل لتظهر الكرة الصينية منافسة كوريا واليابان، وهذا هدف رئيسي لاتحاد كرة القدم الصيني. هم جميل. يعني حددوا هدفهم بأن يكونوا منافسين لكوريا واليابان، ولم يقولوا الكرة السعودية. طيب الهدوء الذي يتعامل به الشارع الرياضي السعودي الآن مع لوبيز مفيد أم مضر في إجازة لو تكرمت؟ مفيد جدا، مفيد جدا. الله يديم عليه. الابتعاد عن المنتخب والضغوط التي تشكل نعم. على اللاعبين وعلى الجهاز الفني. جميل. لكن يا ليت ان نخليهم فتره بس سنه سنتين وبعدين نشوف ايش يسوون. شكرا جزيلا. مسلي المعمر كان معنا من الرياض قبله ميكسينغ ما الصحفي الصيني، شكرا جزيلا لهما. وهذه وقفتنا الاخيره، نتابع بعدها في المرمى. وفي ابرز لاعبي المنتخب الصيني خسروا امام اتحاد جده السعودي قبل 6 اشهر.